بسم الله الرحمن الرحيم. البنت المرواني من الاقاليم الجنوبيه. انا جد سعيده كوني انا في المعهد الامازيغي لاني شاركت معهم في 2004 وفي 2005 وفي 2006، والان انا جيت في هذا النهار هذا اللي هو ذكرى عيد المراه، مناسبه عيد المراه، وانا جد فرحانه اني تلاقيت مع هذه النساء والتكريم لهذه النساء العظيمات واللي عطاو النساء المغربيات عطاو الثقافه المغربيه كامله بصفه عامه شان كبير. وانا جد فرحانه كوني انني اليوم معايا مراه امريكيه اللي صدفنا بها في تيزنيت وعجبها اللون الحساني، اللي غنيت في تيزنيت بالامازيغيه وغنيت بالحسانيه وكان عندها اعجاب كبير، وهي فنانه والتحقت بالمجموعه اليوم وكانت معنا، ويعني كتعطينا غير الصوت ديالها، وشيء جميل ان وحده امريكيه كتغني بالحسانيه بالضفره وبالملحفه، وكانت مفاجاه بالنسبه للسيدات اللي محاضرين هنا. وانا جد سعيده كوني انا هذه الانسانه تفهم اللغة الحسانية وتفهم الطرب الحساني، كيسعدني أكثر لأن هذا دليل أن الأغنية أو الطرب الحساني المغربي غيوصل بعيد وغادي يوصل الميريكان ويوصل لأبعد الحدود. هذا شيء انتش التحقت بالضبط بالفرقة اليوم؟ عاد كانت أول مرة أطلع معنا، ولكن كان معها تواصل تقريبا منذ شهر، وحنا في التواصل أو أكثر من شهر، كنا في ذكرى ديال التمازيغ كانت في شهر واحد، يعني اكثر من شهر حنا معاها في اتصال، وكنصيفط لها بالبارلمايل وهي كدير الاله ديال الناي يعني، وما كانش اليوم الحظ عندها باش تكون معها الاله، ولكن الحمد لله عطات بصوتها وعطات بالمنظر ديالها كصحراويه وبدفرتها، يعني عطات واحد الرونق للاغنيه الحسانيه. هي مقيمه في هي مقيمه هنا خد يعني تشتغل في السفاره الامريكيه، ويعني وفرحانه انها تكون معنا. شنو الاسم ديالها؟ ميشيل. ميشيل. طيب شكرا جزيلا، بارك الله فيك.